جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى مواضيع أخرى عبر رسائل أخرى من رسائل الإخوة المستمعين. فهذا هو المستمع ألف من السودان الشمالية يسأل في هذا اللقاء ويقول: في مسجدنا بعد الباقيات الصالحات هناك من المصلين 2 أو 3 حافظون حال لأدعية يدعون واحدا منهم وهو رافع يديه ونحن نقول آمين بصوت مسموع، ولكن لا أفعل معهم ذلك وإنما أدعو في السجود. بينوا لنا ما جاء في الشريعة حول هذا الموضوع حتى نتبعه، جزاكم الله خيرا. الدعاء في أدبار الصلوات مشروع لأن ذلك مظنة الإجابة، ولكن لا يكون الدعاء بصوت جماعي، ولا يكون الدعاء بقراءة واحد والبقية يؤمنون، لأن هاتين الصفتين من البدع. ولكن كل مسلم يدعو لنفسه بعد الصلاة منفردا ولا يرتبط بالآخرين، هذا هو المطلوب. أما الدعاء الجماعي بعد الصلاة ورفع اليدين في ذلك، أو الإمام أو غيره يدعو والبقية يؤمنون، فكل هذا من البدع المحدثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل يدعو لنفسه ويجتهد في الدعاء، ولا يكون ذلك بصوت جماعي أو ما أشبه ذلك من المحدثات، وإن كان تعرف على هذا كثير من الناس في بعض البلاد. وكل ما خالف السنة فإنه مردود على صاحبه ويجب التوبة منه وتركه. نعم.